الحمد لله طبعا نتيجة النهاردة. فريق الشمس فرقة محترمة، ده ماتش في دور الثمانية. النهاردة احنا كنا بنحاول نشرك أكبر عدد من اللعيبة، وخصوصا اللعيبة اللي هي الصغيرة أو اللي نسبة مشاركتها كانت قليلة في الفترة اللي فاتت، ده راجع اللي هم كانوا مصابين أو عندهم ظروف خاصة. النهاردة اللعيبة دي لعبت والحمد لله كانوا يعني على قد الماتش وعملوا اللي عليهم، الحمد لله النتيجة كانت 3-0. والله احنا عندنا عبد الرحمن سعودي عنده شد في منشأ عضلة يعني من عند الحوض كده، شغال مع الدكتور سامح ظلام بقاله فترة، عمل إشاعة والمفروض انه هو ان شاء الله في اقرب وقت يعني هيرجع ان شاء الله. عندنا يوسف الصافي امبارح بدأ يشتكي من ظهره كده شوية، بس ان شاء الله تبقى شد حاجة خفيفة ان شاء الله. ماتش الزمالك في دور الاربعة في كاس مصر، عندنا بعديه ماتشات، فضل لنا حوالي 4 أو 5 ماتشات في الدوري، من ضمنهم ماتش الزمالك تاني وماتش الجيش وماتش سموحة. الماتشات دي مهمة جدا جدا، ان شاء الله يكونوا على قد المسؤولية، وهم طول يعني معودين ان هم رجالة ودايما بيعملوا اللي عليهم، وان شاء الله يفرحونا زي ما فرحونا بطولة العربية، نكسب ان شاء الله الدوري والكاس بإذن الله رب العالمين. ابتدى الفريق يرجع تاني للمستوى بتاعه، خاصة ان احنا بنكمل دوري وبنكمل كاس. الفترة الكبيرة اللي حصلت ديا تمام طبعا عملت دروب مع الفريق، كان لازم جدا كله يتكاتف عشان الفريق يرجع تاني، واخد بال حضرتك للياقة بتاعته اللي هي كنا سايبينها، وخاصة ان احنا واخدين بطولة عربية لعبنا بعديها بقى ماتشين وبعد كده حصل التوقف. نطمن الجمهور النادي ومجلس ادارة النادي ان احنا ان شاء الله هنتجاوز كل الصعاب اللي عدت، ان احنا نحصل على البطولة الدوري والكاس، وربنا يكرم ان شاء الله تتلعب بطولة افريقيا قبل نهاية السنة 2020. عبد الرحمن ده لعيب صغير ومستقبله حلو في الملعب، ومفروض ان هو بروميسنج ان هو يبقى يعني الثلاثات اللي جاي الفتره الجايه دي في مصر كلها، فاحنا مركزين معاه وحتى احنا مريحينه تماما. وكابتن ميدو يعني بصراحه يعني فوق ممتاز في النقطه ديت، ان هو ما بيتدخلش تماما في القرار الطبي طول ما عبد الرحمن يعني اللي هو يعني الطبيعي القرار الطبي ان هو ما ينزلش ما بيستعجلش وبيستغل الكيز اللي موجوده عنده في الملعب. طبعا مباراة مهمة، مباراة كاس بيلعب طبعا فريق محترم، الحمد لله ربنا كرمنا، ماتش مهم طبعا يأهلنا سيمي فاينال مع نادي الزمالك بإذن الله. طبعا بشكر اللعيبة وبشكر الجهاز الفني، الحمد لله شاركنا كلنا بصورة كويسة واللعبة أدت ما عليها الحمد لله رب العالمين. رسالة مهمة جدا بنشوفهم في السنة مرة بننظم بطولة أفريقية هنا، بقول لهم إن شاء الله ربنا يكرم إن شاء الله نفرحكم كالعادة بإذن الله، والدوري موجود باذن الله زي ما هو في الجزيره باذن الله، والكاس باذن الله رب العالمين، يبقى موسم سعيد علينا ان شاء الله وعلى النادي الاهلي جميعا باذن الله. عندنا ماتشات في الدوري مهمه، مسافرين بكره ان شاء الله اسكندريه، عندنا ماتش مهم مع سموحه هناك، ده تركيزنا دلوقتي كله ماتش سموحه، وبعد كده نرجع ان شاء الله كسبانين ونبدا نركز بعد ما الدوري يخلص باذن الله، نبدا نكمل مرحله الكاس، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي بدوري وكاس ونفرح ان شاء الله جمهور النادي الاهلي كله. الجمهور طبعا هو رقم واحد في النادي الاهلي، احنا بنلعب عشان نفرح الجماهير ونتمنى منهم يساندونا وان شاء الله نقدر نفرحهم قريب يعني باذن الله. كل التوفيق طبعا لكابتن محمد مصالح ميدو ورجاله، الحقيقه الدوري والكاس مهمين جدا للحفاظ بكل البطولات، الكره الطائره بتحلق في مكان تاني خالص، كل التوفيق ليكم يا جماعه، الحقيقه يعني فرقه بتشرح القلب الحقيقه لما الواحد يشوف اي تقرير او اي خبر عن هذا الفريق.